ومن بعد 5 سنوات من غيابه عن الأردن أحيا الفنان هاني شاكر حفلة جماهيرية كبيرة في مهرجان جرش. والحقيقة أن الحفلة متصدرة الأخبار والعناوين وهاشتاج هاني شاكر مالئ المنصات، لكن مش بسبب الحفلة التي بالتأكيد كانت ناجحة للفنان هاني شاكر، وإنما لسبب آخر مختلف تماما ولا يمكن توقعه، وعنوانه جورج الريح. باسم الأردن كرم هذا الحبيب، هذا الفنان الكبير أمير الطرب في العالم العربي. أستاذ شهاب عزيز، أعرف أنك بكل احترام ومحبة، الأردن اللي بيكرم أستاذ شهاب هو عم بيكرم. كان حبيبي يا أردن، أنا وإيهاب ما فيش فرق بين الدنيا والطريق. الفيديو الذي عرضناه منذ قليل هي لحظة تكريم هاني شاكر في المهرجان من قبل الإعلامي جورج قرداحي، وهو متداول بشكل واسع جدا على المنصات، والسبب موقف محرج جدا، وصراحة موقف ليس محرجا فقط وإنما خطأ وزلة لسان لا أحد كان يمكن أن يتوقعها بحق فنان مثل هاني شاكر، نستطيع أن نسميه تجاهل لشهرته. فخلال تكريمه نادى جورج هاني شاكر باسم إيهاب توفيق وكرر أكثر من مرة، ولم ينتبه أنه أخطأ في إلا من بعد أن تدخل الجمهور وصاح باسم هاني شاكر، وبالتالي ما كان بيد هاني شاكر إلا أن أخذ المايك من يده وقال أنه هو وإيهاب توفيق لا فرق بينهم وأنهم إخوة، ولكن هذا لم يشفع لجورج إرداحي عند الناس.